شقصة الفيلا. أنا مدير الفيلا. أوكي. عم بتشوف إنه تي في هلا عم بتموت. وين بيروحوا الأديتورز؟ وين بيروحوا الكاميرامانين؟ المنافسة بلبنان وبالعالم العربي. في منافسة ما بعرف. نعم بسألك. كيف علاقتك مع أولادك؟ بتجنب الأسئلة الشخصية. Are you ready? I'm always ready. شو قصة الفيلا؟ قصة الفيلا قصة إذا بدك ريزلت لكيف اليوم الميديا رايحة، لكيف الالترناتيف ميديا رايحة لعالم الكونتنت كرييشن. طلعنا بفكرة، فكرة جمع انفلونسرز بفيلا واحدة، يعيشوا مع بعض لفترة 6 أسابيع أو 8 أسابيع ويعملوا تشالنجز وكونتنت كرييشن عن مواضيع بتهم العالم العربي والجنريشن اللي عايش اليوم. جنزي معي أنا مدير الفيلا وأم كنترولينج ذا كونتنت إن ذا فيلا وذيس إز ذا ستوري أوف ذا فيلا. بلينكس إتس جنزي بلاتفورم. كيف عم بتشوف الديجيتال ميديا؟ إتس جنزي بلاتفورم وإتس ستوري تيلينج بلاتفورم وهذا الشيء ما كتير موجود. يعني إنك تشوفي كونتنت كمتفرق كل يوم بتشوفيه بدقيقة أو دقيقتين عم بيعمل ضجة أكثر بكثير من 20 دقيقة أو 50 دقيقة أو برامج ساعات. عم بتشوف انه تي في هلا عم بتموت شوي شوي؟ لا تي في منو عم بيموت على فكره، تي في اتس غانا بي انذر بلاتفورم لهيدا الكونتنت، بيتغير الكونتنت تبعه، وين بيروحوا الاديتورز، وين بيروحوا الكاميرامانيه، وين بيروحوا؟ الكونتنت بيتغير، البرامج الساخره على البلاتفورمز بيتغيروا. الساخره ممكن كمان يكون عندها محل على على السوشيال ميديا وعلى نفس الدوريشن اللي عم لا اكيد مش نفس الدوريشن، نحن ليش بنعمل تلفزيون؟ نحن بنعمل تلفزيون لنعمل كونتنت سوشيال ميديا، شوفي كيف؟ يعني نحن بنعمل ساعه حلقه ساعه لنشيل منها 3-4 دقائق ونكبهم على السوشيال ميديا. This is our success, this is our content, this is the content we make. ما يعني الكونتنت تبعنا مات، يعني تغيرت طريقه الامبلاج تبعه. صار مره صار لك بيرن اوت، ما كنت بمود لتعمل محتوى بيضحك. ليك اذا انا ما عندي مأساة بحياتي العائليه او مأساة بحياتي الشخصيه ممنوع تبين على التلفزيون. مش ذنب المشاهد يعرف شو الضغوطات اللي انا عم بتعرض لها او اذا انا عبالي ولا ما عبالي. مهنتي بدي اوصلها. I have to deliver your content. انت بيضحكك content that I deliver بيخضع لكتير filtration. Exactly. يعني ببلش انا من 100 فيديو فلترهم بصور ب60 واو بمنتج ب40 بيوصل على سكرين 30. المنافسه بلبنان وبالعالم العربي بالبرامج الساخره في منافسه ما بعرف. نعم بسالك. ما في باللي انا بعمله اليوم الكومبيتيشن منا كبيرة. وين بتصنف حالك؟ ليك استمراريتي تصنيف. كوني أنا بعدني 15 سنة على التلفزيون هذا تصنيف بحد ذاته، معناته I'm still doing good يعني. أكثر شيء بيرهقك بمهنة الإعلام؟ You have to deliver a good content every week on a weekly basis وعلى جمهور دغري ببيعك. الجمهور ينسب بسرعة. كيف قدرت كل أسبوع بتطلع شيء يكون فايرال على الميديا؟ I work 18 hours per day. أنا ما بوقف شغل. جد؟ وكتير بفكر بشغلي. والبرامج الساخرة شو الليميت تبع حرية التعبير؟ حريتها بعوالمنا نحن السياسة إذا بدك الدين الجيش كتير في كتير اشياء ليميتس بتحطوها بتنحط مش موجوده برا، بتضلك تقدر تخرق السقوف بطريقه ذكيه. اجت مره وعملت لحالك اوتو سانسور قلت هيدا اتس تو ماتش. ايه دائما ولو اوتو سانسور هي جزء من شغلنا اليومي، لانه صرنا نعرف شو بيمرق شو ما بيمرق، صرنا نعرف شو نعمل رقابه ذاتيه لان ما نمرق اشياء ما بتمرق. بعد 15 سنه شو وضع الفاشن؟ اذا بقول لك انه بعدها هي ذاتها بكون عم كذب. مستحيل واحد يشتغل شغله 15 سنه يكون باشن بعدها هي ذاتها، مشان هيك بجرب نوع من الدوزاج تبع الباشن. منيح منيح عم سيل جود. ام نوت داد يت. اكثر شيء عمل لك تشالنج بحياتك؟ الحياه العائليه فيها تشالنج، الحياه اليوميه فيها تشالنج. كيف علاقتك مع اولادك وكيف عم بتربيهم؟ مع اني بتجنب الاسئله الشخصيه بس علاقتي مع الاولاد علاقه جيده جدا. انا اب اخر شيء وبعطي الابوه بحياتي بتشكل جزء كثير كبير. لسه في ناس بتحب بعض؟ طبعا بيتراجع. طبعا بيتراجع. الانانيه عم تتقدم، العالم صار اكثر حب الذات عم بيتقدم، العالم كثير بتفكر بحالها ما بقى تفكر بغيرها. نحن نعاني من زمن انحدار اخلاقي شوي شوي في للاسف الشديد هلا يعالج ولكن نحن بحاله صعبه اجتماعيا.